بركة السباع في أحد قصور بني العباس التي أنزل المتوكل بها الإمام علي الهادي مع السباع. وفي اليوم الثاني وجد السباع راكعة على أقدام الإمام علي الهادي عليه السلام تحت الأرض. راح نصعد لكم الدرج. بناء ضخم جدا، بناء ضخم، وتحت الأرض مدينة سامراء القديمة، آثار سامراء. احنا حاليا هسه طلعنا من بركة السباع، وهذه العواوين بناء. احنا نهاية النفق هو راح نصعد لفوق. كم درجة احسب وياك احسب حجي؟ كم درجة؟ كم درجة؟ روح كمل كمل حسابك.